من جديد عاد ترامب إلى البيت الأبيض محملا بوعود تتعلق بسياسته داخل أمريكا، ويترقب الأمريكيون بعد جلوسه على كرسي الرئاسة تنفيذ هذه الوعود. Together we will begin the four greatest years in the history of our country. ها هو يعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض في عاصمة القرار واشنطن، بيده خطة لم يخفها يوماً أو يخاف الكشف عنها. فحزبه الذي أعاد تشكيله قبل 8 سنوات يتبنى اتجاهات محددة لا يحيد عنها مطلقاً، وسبق أن عاشها الأمريكيون خلال فترة رئاسته الماضية. ملف الهجرة، إذ يعتزم الرجل إعادة تفعيل قانون كان يستخدم قبل أكثر من 200 عام في أمريكا، يستهدف منه إبعاد ما بين 15 إلى 20 مليون شخص من المهاجرين غير القانونيين، إلى جانب استكمال بناء جداره على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك. إلا أن خطته هذه قد تنعكس سلباً على أمريكا، إذ إنها اصطدمت بتقرير لمجلس الهجرة الأمريكي يؤكد أن الإقدام على تنفيذها سيكلف 315 مليار دولار. ملف مثير آخر في سياسات ترامب الداخلية يكمن في عزمه تقويض البنك الفيدرالي وإخضاع سياساته النقدية تحت سلطته المباشرة بحسب ما سبق وصرح به، إذ يعتزم وفق بلومبرج الضغط على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، وهو ما واجه انتقادات حادة في الأوساط الاقتصادية. أيضاً من ضمن مساعيه الرامية لإصلاح الاقتصاد على حد قوله، العمل على كبح جماح الإنفاق الحكومي، خاصة على المساعدات والإعانات الخارجية وتقليص إعانات المناخ، وأيضاً تعيين صديقه الجديد إيلون ماسك كمسؤول عن خفض النفقات. الآن 4 سنوات أمام ترامب لترجمة وعوده على أرض الواقع وتبديد مخاوف الأمريكيين من بعض سياساته، خاصة الاقتصادية منها.